اقرا كتاب النصر المستحيل. العبادي العبادي خلى وثيقه واحده من عند بالكتاب النصر المستحيل، هي هاي الوثيقه تسمح للامريكان انه تضرب اي هدف في حال يعني تعتبره بما يسمى الدفاع عن النفس. أيه. هم خولوهم بالاتفاقية المطار الاستراتيجي. الدفاع عن النفس ما لها تفسير، هاي ما لها. اذا اريد ننهي الوجود الامريكي ما لها ابعاد قانونية، لازم نعيد صياغة اطار الاتفاقية المطار الاستراتيجي او نلغيها.